اليوم هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي أقرتها الأمم المتحدة عام 1992، هو يوم عالمي بيحتفل فيه بنفس هذا اليوم. ونحن كمركز عالم الطفولة كل سنة نحتفل بهذا اليوم. أقل فينا شيء إنه نقدمه إنه نحسس أولادنا، نحسس أهالي الأولاد إنه هذا في لهم يوم خاص نهتم فيه ونقدم لهم الدعم المعنوي والمادي. نحن كمان اليوم قمنا بهالاحتفالية ومن عدة نشاطات مختلفة من نفس أطفال المركز. بالمركز صار أبعتها 4 سنين عم أبعتها على المركز، صحيح تعلمت أشياء كثيرة وحروف وتنطق حروف، الحمد لله تلقى اهتمام كثير وصار عم يساوي لهم حفلات وعم يساوي لهم نشاطات كثيرة مثل المعارض والرسم، وهي شاطرة بالرسم كثير، وأشكر يعني كل اللي ساهموا بهالنشاط اللي هلا صاير.